على الرغم من قدمه ومنافسة الحداثة له، إلا أن السوق المظلم أو ما يسمى لدى الخانقين بتاريكا بازار ما زال يحتفظ بزبائنه ورواده ومهنته القديمة. الزميل عباس محمد زار السوق وأعد هذا التقرير. السوق المظلم أو تاريكا بازار كما يسميه الخانقينيون أقدم الأسواق والمراكز التجارية منذ تأسيس المدينة، والذي كان وما يزال يحوي في داخله على معظم المهن القديمة التي زاولها الخانقينيون منذ مئات السنين. المعلومات اللي أعرفها أنا طبعا أكثر من سنين، يعني خلي أقول لك أكثر من 100 سنة، هذا بالعربي يسموه يعني سوق الظلام، خلي نقول بالكردي تاريكا بازار. شي يعني بي طبعا أرباب الحرف القديم، أنا اللي أتذكرها وشفتها بعيني، يجي حصان من القرى من الأرياف، يصير استثمار سلع التجاري بين العراق وبين إيران عن طريق المنذرية قصر شيرين كرمانشان، يجون الحصان مالهم يدقون الأرجل مالته بهذا السوق. نعم، ومن ضمنها بها حدادين لا يزال موجود اسمه محمد، لا يزال أبا عن جد يدقون إنجيل مال زراعة كذا وكذا وكذا، وبها ندافين بالكردي حلاج، بعد شو اقول لك، بعطارين لا يزال احنا موقع عطارين واقفين بزازين اكو، واكو تجي نوع من اقمشه يسموه دايلون ديتشيزا، واكو نوع من الفواكه يجي، واكو نوع من حمضيات يجي احنا نسميه مينو الايراني على شكل يعني حامض حلو تقريبا، وهكذا. هذا سوق معروف يعني قديم، كلش قديم، تاسيس خانقين هذا السوق. هذا السوق باعتبار شوجه مال خانقين، عطاريات كلها بهذا السوق. هسه تشوف الاسواق متوفره بداخل خانقين، مولات، بس الناس من يجون هنا يرتاحون، البضاعه مو كان هذا ظلمه، كان السوق مسقف يسموه ظلمه. اثناء كان السوق الظلمه فخلوا اسمها سوق الرحمن، يعني بزمنه كان تاريكا بازار بس خلوا اسم عليها سوق الرحمن. واحنا لحد هسه يعني من كنا صغار لحد ما كبرنا ولحد ما تعلمنا على اسمه نقول له تاريكا بازار. وبالرغم من التقدم الحضاري وانتشار المراكز التجارية الحديثة، إلا أن تاريكا بازار ما زال محتفظا بزبائنه رغم بقائه على حاله منذ مئات السنين، وليصبح مركزا روحيا لأهل المدينة. هاي السوق القديم أكثر شيء يعني هسه مشتهر بها بهارات، مثل شلون بغداد شورجة، يعني أنواع بهارات أعشاب، بس بالقديم هنا يعني هاي الفرع شوي اللي جوا كانوا مخضرات، بس هسه يعني المخضرات ما بقى. هاي السوق يسمونه بالكردي شو اسمه تاريكا بازار، يعني قديم، يعني كلش قديم. اول مره خانقين بس هاي السوق كان بها، والله هم مثل ما قلت هم بهارات هم اعشاب وشو اسمه مخضرات وهالقضايا، تمور إيه؟ والله بس مخضرات ما بقى على حاله، والباقي كله يعني مثل شورجة، الأراضي القديمة كلش موجودة هنا. وتعتز الشعوب بموروثاتها ومعالمها العمرانية والاقتصادية القديمة، ومنها الأسواق التي تأخذ حيزا كبيرا من العناية لأهميتها وترسيخها في وجدان الشعوب، مكانة للأصالة وعبق التاريخ، وشواهدا على تطور وتنامي المجتمعات وحضاراتها في قديم الزمان. عباس محمد، قناة صلاح الدين الفضائية.